أزمة سياسية تلوح في أفق المشهد السياسي الإسرائيلي. الكنيست الإسرائيلي يصوت في قراءة تمهيدية على حل نفسه وتقديم موعد الانتخابات العامة. إجماع مبدئي على حل البرلمان حظي بموافقة 61 عضوا. وصوت رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بني غانتس وأعضاء الائتلاف الوسطي على حل الكنيست، الأمر الذي يشكل خطوة عملية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد وصف حكومة الوحدة بأنها الأسوأ في تاريخ إسرائيل، متهما إياها بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا. ويسلط قرار غانتس الضوء على الانقسامات الأخذة في الاتساع داخل تحالف يمين الوسط الذي يواجه خطر الانهيار بشكل كامل منذ تشكيل الائتلاف. اتساع الهوة بين الفريقين يعود إلى أسباب كثيرة، منها انعدام الثقة والصراع الحزبي الداخلي الموسوم بالاتهامات العلنية بين الطرفين. وضمن أبرز النقاط الخلافية التي ساهمت في تنامي الأزمة السياسية الراهنة ما يعرف بمأزق الميزانية، حيث فشلت محاولة تمرير الميزانية العامة في أكثر من مناسبة. كما تبرز أيضا خلافات على الساحة السياسية الإسرائيلية بسبب مسألة تفعيل اللجنة الوزارية للتشريعات. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة باتت إسرائيل على أبواب إجراء انتخابات رابعة في أقل من عامين، انتخابات قد تعصف بالحكومة الإسرائيلية التي لم يمضي على تشكيلها سوى 6 أشهر.